الاحتباس الحراري يتسبب في نقص مدة النوم حول العالم. تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ سلبا على أنماط نوم البشر في جميع أنحاء العالم، وفقا لنتائج دراسة نشرت في وان إيرث. وفقا لمؤلفي الدراسة، نفقد بالفعل ما متوسطه 44 ساعة من النوم سنويا، وهو ما يترجم إلى 11 ليلة مع أقل من 7 ساعات من النوم، وفقا لصحيفة الجارديان. إذا استمر الزئبق في الصعود، فقد يخسر البشر من 50 إلى 58 ساعة من النوم سنويا بحلول نهاية القرن. استخدم العلماء بيانات دراستهم التي تم جمعها حول العالم من خلال أساور تتبع النوم لسبعة ملايين سجل نوم ليلي لأكثر من 47 ألف شخص بالغ في 68 دولة في كل قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية. نتيجة لذلك، لاحظ الباحثون أنه في الليالي شديدة الحرارة، تلك التي تزيد درجة حرارتها عن 30 درجة مئوية، تقل مدة النوم بأكثر من 24 دقيقة في المتوسط. ووجدوا كذلك أن احتمالية الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة. في الختام، يقدر مؤلفو الدراسة أن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل، وكذلك بالنسبة لكبار السن والنساء. إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو من أجل أن يصلكم كل جديد.